أيام قليلة تفصلنا عن أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2022-2023، حيث من المتوقع أن يعلن مكتب التنسيق تفاصيل المرحلة الأولى للتنسيق والحدود الدنيا لتسجيل الرغبات خلال 72 ساعة، وذلك بعد ورود نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 إلى وزارة التعليم العالي والبدء في عمل الكشف الإحصائي والتكراري لشرائح مجاميع الطلبة. كشفت الإحصائيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم عن وجود ارتفاع طفيف في تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول بالجامعات بتنسيق العام، وذلك نظرا لارتفاع مجاميع الطلاب مقارنة بالعام الماضي وارتفاع نسبة النجاح العام عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2022 حوالي 453,595 طالبا، بينما كان عدد الناجحين في العام الماضي 428,700 طالب بنسبة نجاح تصل إلى 75.4%، بالمقارنة بالعام الماضي كانت النسبة 74%. وبالنظر في إحصائيات الطلاب الصادرة من وزارة التربية والتعليم، نجد أن عدد إجمالي طلاب شعبة علم علوم الحاصلين على مجموع من 90% إلى 100% يبلغ حوالي 18,525 طالب، وبالتالي تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب يقف عند 92% لأعلى، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة العليا للتنسيق لإعداد طلاب المقبولين بكلية الطب ورغبات الطلاب. أيضا تجد الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب علمي علوم المقبولين في كليات القطاع الطبي حوالي 45,000 طالب، فإن التوقعات تشير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان يتراوح من 90% إلى 91%، وبالتبعية قد يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي والصيدلة من 89% وحتى 90%. كما كشفت إحصائية وزارة التربية والتعليم لمجاميع طلاب الثانوية العامة إلى أن إجمالي عدد الطلاب بشعبة علوم الحاصلين على مجموع أعلى من 85% يصل إلى نحو 42,053 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يكون هناك أماكن شاغرة بكلية الطب البيطري والتمريض في تنسيق المرحلة الثانية. بالنسبة لطلاب شعب علمي رياضة، كشفت الإحصائية أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 80% حوالي نحو 21,211 طالب وطالبة، ونجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة لن يقل عن 80%. وفي شعبة الأدبي نجد أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% بلغ حوالي 1,781 طالب، ويتقى الاستيعابية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بالتالي قد يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 85% و83% وفقا لرغبات الطلاب عند التسجيل بموقع التنسيق ورغبات طلاب شعبة العلم. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات قد تختلف وفقا لرغبات الطلاب عند التسجيل على موقع التنسيق، بالإضافة إلى أنها قد تختلف بعد إضافة الحافز الرياضي للطلاب. من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا الخاصة بالتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لحسم عدد الطلاب المقبولين بالكليات، ويتولى مكتب التنسيق تقسيم شرائح المجاميع للطلاب تمهيدا لوضع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى.